السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح برنامج إدارة الفنادق. أول قسم عندنا في البرنامج إدارة العقار. في القسم ده بنبدأ نضيف الشقق، تمام، بنبدأ نحط رقم الشقة والموقع بتاعها وعدد الغرفة الخاصة بيها ومين مالك إيه الشقة دي، تمام. أو ممكن لو هنا المالك جديد بنبدأ نضيف المالك من الشاشة ديت. الشاشات مترابطة ببعضها، ودي لستة أو قائمة بالداتا بتاعت كل الملاك، بتاع بيانات الملاك. ممكن نطبعها ناخدها اكسل بي دي اف، تمام. طيب يبقى دي الشاشة الخاصة بإضافة الشقق، وهنا عندنا إضافة الغرف. يعني بنبدأ نختار الغرفة رقم كذا تبع لأنهي شقة. بنبدأ هنا لستة بكل أرقام الشقق اللي احنا حطيناها في الشاشة الخاصة بإضافة الشقق، تمام كده. نفس النظام لو أنا عايز أضيف شقة جديدة ما ضفتهاش في إضافة شقة، هنا عاملين إيه دي معناها إضافة، إن أنا ببدأ أضيف لو في شقة جديدة ببدأ إيه أضيفها. وبنعمل وصف للشقة إن هي مثلا فارغة مفروشة، ونعمل سعر الغرفة كام، ودي لستة بكل الداتا بكل قائمة الغرف المتسجلة عندنا، الرقم بتاعها تبع أنهي شقة، وصفها مفروشة أو فارغة، وسعر كل إيه غرفة. برضو في بحث إن أنا ببدأ أبحث عن رقم الغرفة عشان أعرف سعرها، تمام كده. وفي حذف، ممكن نطبع او ناخد البيانات دي بي دي اف. طيب يبقى هنا القسم الخاص بإدارة العقار بنقدر نضيف شقق، بنقدر نضيف غرف، وبنقدر نضيف فيها ملاك، تمام. وفيها برضو ان احنا بنقرب المسافة، بدل ما ندخل في التقارير ممكن من خلال قسم إدارة العقار اقدر اعرف تقرير بالغرف الفارغة والتقرير بالغرف المؤجرة، يعني الغرف اللي هي غير مستأجرة بمعنى أصح، تمام. دي كل لستة بكل الغرف اللي احنا لسه مش مؤجرينها، تمام. ممكن ناخدها بإكسل نطبعها، ناخدها بي دي اف، تمام. تقرير الغرف المؤجرة يعني اوريدي ليها ايه مستأجر، في اسم المستأجر عندنا، رقم الغرفة تبع انهي شقة، والوصف بتاعها، والرقم الإيجار، واسم المستأجر، وتاريخ نهاية ايه الإيجار. طيب يبقى ده القسم الخاص بإدارة العقار. طيب بعد كده عندنا قسم إدارة الإيجار. هنا بقى بنبدأ نضيف بيانات المستأجرون، ونبدأ نحط نسجل إيجار جديد، يعني زي بنعمل لهم عقد إن هو هيأجر. نبدأ نختار رقم الشقة اللي هو عايزها، تمام، وبعد كده رقم الغرفة المتاحة في الشقة دي، تمام. هنا بيفلتر، يعني لما اختار رقم شقة 4 بيجيب لي ان في 2 فيها 404 دي فارغة ودي فارغة. يعني هو دايما هنا الفلتر بيكون على الحاجة اللي هي لسه ما تأجرتش، يعني هي لو متأجرة مش هتظهر معانا في فلتر رقم الغرفة، تمام كده. وبعد كده بنختار المستأجر، ونفس النظام ان هنا في ترابط، ان لو انا عايزة اضيف مستأجر جديد مش لازم اخرج من الشاشة دي وادخل في شاشة المستأجر واضيف مستأجر، لا، في ترابط بين كل الشاشات، ان انا بقدر من خلال نضغط هنا كليكة بيقدر نبدأ نضيف بيانات المستأجر الجديد. وهنا في قائمة لستة بكل بيانات المستأجرين، وفي سيرش فيها باسم المستأجر، بنقدر ناخدها برينت تطبعها بي دي اف اكسل، تمام. دي شاشة المستأجر والليستة بالبيانات الخاصة بيهم. هنا بعد ما بنضيف الإيجار، بقى أنا دلوقتي خلاص سجلت بيانات الشقق، سجلت بيانات الغرف، سجلت بيانات المستأجرين، ببدأ أسجل لي الفترة الإيجارية أو اللي هو هيأجر خلال قد ايه. هنختار الشقة، رقم الغرفة، مين المستأجر ده، واوتوماتيك طبعا لما بختار رقم الشقة واختار الغرفة اوتوماتيك بيجي لي سعر الغرفة من الشاشة اللي انا عرفت فيها ان الغرفة دي سعرها كذا، تمام. وببدأ اختار تاريخ بداية الايجار الى تاريخ نهاية الايجار، ان هو هياخد الغرفة دي امتى وهيسيبها امتى، تمام. وممكن بنحفظ وبنكمل العقد، يعني مثلا هياخدها من بداية أول أبريل لغاية أول يوليو، بنحفظ وبنبدأ نكمل العقد، نحط بقى بقية البيانات بتاعتنا، تمام.
وبنقدر نطبع العقد. طبعا لو في عقد هنا لجهة معينة تم تصميم البرنامج ليها، ممكن العقد ده نغيره حسب كل شركة أو حسب كل فندق. بعد كده بينزل كده هنا الداتا بتاع رقم الإيجار أوتوماتيكي، اسم المستأجر، الرقم بقى بتاعه بتاع الواتساب أو الهاتف، رقم الشقة، رقم الغرفة اللي هو واخدها، سعر الغرفة، تاريخ بداية الإيجار وتاريخ إيه نهاية الإيجار. يبقى دي الداتا المتسجلة عندنا. تمام. أنا لو عايزة أشوف المطالبات، يعني عليه ده علي مطالبة واحدة. تمام. مجرد ما بدوس عليها، يعني لو هو يجي يسددها بدخل سند القبض ان هو هيدفع ولا لا. تمام. مجرد ما بنعمل حفظ بيبدأ يودينا لشاشة طباعة سند قبض. طبعا دي الشركة، او هو ينفع لسكن للطلاب. تمام. وممكن ينفع لشركة ايا كان، يعني نظام التأجير بالغرف ده برضو وارد ان احنا برضو نغيره حسب الطلب، بغيره حسب الطلب. خلاص اتلغى بقى طالما انا عملت سداد ليه، اتشال من المطالبة. طيب ده عنده كام مطالبة مثلا؟ نعمل مطالبات الايجار ده عنده كذا واحد. طب لو اختار واحدة، يعني المفروض يسدد اغسطس وبعد كده شهر 9. طب لو هو اختار 9، لا هيظل له الرجاء اختيار المطالبة الاولى الغير مدفوعة، يعني ما ينفعش يسدد 9 واصلا ما سددش 8، بيديله تنبيه، يعني لان الموظف او اليوزر اللي شغال على البرنامج ممكن ما ياخدش باله يدوس على اي شهر ان هيسدد له الايجار، لا يبقى فيه تنبيه عشان ما يحصلش خطأ. اي مطالبة بندوس عليها بنبدأ نسدد الجزء الخاص بيها ونطبعها. تمام كده. طيب يبقى دي مطالبات الايجار كلها، ودي مطالبات الايجار الغير مدفوعة. لو هنا عايزين نسدد او نحصل اي مطالبة منهم، الطالب جه او العميل جه يسدد، بنبدأ نسدد من الشاشة دي. دي شاشة اسمها ايه؟ إدارة الإيجارات. بعمل إيجار جديد منها، بسجل المستأجرون أو المستأجر، بشوف هنا بقف على أي واحدة وأشوف مطالبات الإيجار الخاصة بيها. وعندي حاجة تانية اسمها الخدمات، إن أنا ببدأ أضيف له كهرباء، غاز، ماي، أيا كان. الخدمات دي طبعا حسب كل غرفة. تمام. الغرفة دي اسم المستأجر الخاص بيها مثلا نادية. تمام. ده رقم الإيجار، ده أوتوماتيكي بيطلع مجرد ما بختار رقم الغرفة، لأن الرقم الغرفة دي أوريدي إيه ليها مستأجر. تمام. طيب إيه الخدمة؟ لو ملهاش مستأجر خلاص مش هيظهر ليها بيان، فبالتالي إحنا ليه هندخل ليها خدمة؟ يعني المقصود بالخدمات إن هي دفعت مثلا خدمة إنترنت، تأمين، كهرباء، مية، أيا كان. تمام. بنبدأ نختار ان هي مثلا تدفع الكهرباء، وده التاريخ، ونحط مثلا المبلغ وبنحفظ. يبقى كده احنا ضفنا خدمة، دي كل الخدمات، ودي الخدمات الغير مدفوعة. نفس النظام، مجرد ما بضغط عليها كده بيجي لي بقى ايه سند قبض ان انا اخد من المستأجر ده مبلغ 100 جنيه. تمام. وبنحفظها وبنطبع وليها الايصال وخلاص نحصل الفلوس كده، بينزل عندي ايه في الكيش، اختفت من هنا. يبقى هنا بنضيف الخدمات كلها اللي على كل شقه، ده عليه كهرباء، ده عليه ميه، ده عليه كذا. ولو عايزين نحصل اي حاجه بتظهر هنا كل الخدمات الغير مدفوعه، مجرد ما بندوس عليها كليكه بيفتح لي سند القبض زي ما احنا شفنا الخطوات كده. ده كشف الخدمات، بيجي لي كل ايه الخدمات اللي احنا سجلناها. وممكن نبحث ان انا عايزه ابحث برقم غرفه او باسم مستاجر. تمام كده. ده الخدمات. وهنا برضو تقرير الغرف اللي هي غير مستاجره محطوطه هنا، هي يعني كانت محطوطه في قسم اداره العقارات ومحطوطه هنا في قسم اداره الايجارات، بحيث ان انا ما اكون في قسم معين عايزه اشوف تقرير كده بشكل سريع، يعني موجوده كزياده يعني، بس هي اوريدي برضو موجوده في شاشه التقارير. ده يبقى قسم إدارة العقار، قسم إدارة الإيجارات. عندي المصاريف، قسم إدارة المصاريف، إن أنا ببدأ أدخل أضيف المصاريف وجهة الصرف. تمام. اسم المصروف إيه بالظبط؟ إنترنت، رواتب، صيانة، كهرباء. تمام. دي مصاريف عامة كلها. وده يعني أنا ممكن هنا في عندي إن أنا بضيف دي إدارة المصاريف، في هنا عندي إدارة مصروف جديد. تمام. وعندي تقرير بالمصروف ده، ان انا ممكن تقرير فترة ان انا صرفت من كذا لكذا، يعني على سبيل المثال
مثلا شركة الكهرباء، اسم المصروف كهرباء لو في بند فرعي، يعني اللي هو اسم الشركة. فاحنا بنقدر في شاشة هتشوفوها دلوقتي ان احنا بنبدأ نضيف الاسم المصروف اللي هو البند الرئيسي، وبنضيف البنود الفرعية، يعني ممكن اقول رواتب البند ده بند رئيسي، بند الفرعي راتب فلاني الفلاني، راتب فلاني الفلاني، وهكذا. تمام، يعني مثلا رواتب، وايه مكتوب مثلا دي عشان احنا مسجلينها وهنشوفها بتتسجل منين. في مصاريف إدارية مش متسجل عليها حاجة، وهكذا هنشوف كل ده بتسجل فين. وبنختار رقم الشقة اللي المصاريف دي عليها، وبنبدأ نسجل المصاريف، وبنحط البيان، وبنحفظ جديد، وبيجي هنا تقرير. التقرير ده تقرير فترة، ان انا عايز والله كل المصاريف اللي من اول الشهر ده لغاية today النهاردة اللي انا صرفتها لغاية النهاردة، بيظهر لي تقرير بكل ايه المصروفات. برضو نفس النظام، بنطبع ناخد بي دي اف اكسل ايا كان. تمام، يبقى كل المصاريف بنسجلها اللي احنا صرفناها في الجهة دي، في الفندق ده، في سكن الطلبة، المصاريف العامة كلها. ودي إدارة المصاريف، إن ده مصروف غير مدفوع احنا سجلناه، ودي كل ايه المصاريف. نفس النظام بندوس دبل كليك لو انا عايز ايه ده سنة صرف، لان ده مصروف انا هدفعه. حفظ وطباعة سنة صرف، ان انا احفظ وابدأ اطبع سنة ايه الصرف ده، بس عشان خاص بالجهة اللي احنا اللي انا عملت ليهم البرنامج. عادي السنة ده ممكن نغير المسمى، الحاجات دي نغيرها بسيطة يعني. يبقى ده مصروف جديد، دي ادارة المصاريف، دي المصاريف كلها. وممكن نبحث بتاريخ بداية البحث، بتاريخ نهاية البحث، بيفلتر لي دي كل المصاريف دي غير ايه المدفوع. وعرفنا مجرد ما بنضغط عليها كليكه يجي لي سند الصرف الخاص بيها، خلاص هي راحت بقى. تمام، دي المصاريف الكليه، دي الغير مدفوعه، خلاص ما فيش مصاريف غير مدفوعه، دي المصاريف اللي انا طلعت بيها سند صرف، وده تقرير وده مصروف جديد. دي اسمها اداره المصاريف. في حاجه اسمها بنود الصرف والايرادات، اللي انا لسه كنت قايله لكم عليها، ان انا بقدر اضيف بنود الصرف الرئيسي، يعني دي كل البنود الرئيسيه. طيب وليكن الرواتب دي ليها بنود فرعية، أبدأ أضيف في البند الفرعي، أختار البند الرئيسي رواتب أم شام مثلا، مثلا رواتب، هنختار يعني مثلا راتب مثلا زينب عاطف، وهكذا. يبقى احنا بنختار البند الرئيسي وقصاده البند الفرعي الخاص بيه، بحيث لما اجي في الشاشه لما اضيف مصروف اختار بند رئيسي يفلتر لي على البنود الفرعيه الخاصه بيه. تمام كده. طيب دي اضافه بنود الايرادات، دي الايرادات بقى اللي هو المبالغ اللي بيدفعها المستاجر مقابل خدمه نت كهربا، دي ايرادات. تمام، اما هنا ايه مصاريف الشركه نفسها هي اللي بتدفعها للجهه المسؤوله زي شركه كهربا، شركه الميه، الحاجات دي كلها. طيب يبقى دي تعريف بنود بنعرفها مره واحده وخلاص. تمام، ودي اداره المصاريف اللي احنا لسه ايه شايفينها. يبقى ده كله فين؟ في اداره المصاريف او المصروفات ايا يعني كان. يبقى احنا عرفنا اداره العقار، اداره الايجارات، اداره ايه المصاريف. الاداره الماليه بقى، يعني كل حاجه سجلناها في العمليات هنا بنبدأ نضيف أي عملية بنكية، يعني مثلا بنحط من الكاش للبنك أو العكس. تمام، نوع العملية إيداع ولا سحب، يعني مثلا ده رقم الشيك هنسحب من البنك. تمام، في شهر مارس ده تاريخ اليوم. تمام، هنسحب مثلا 1000. تمام كده، وهنكتب الوصف والله سحب مبلغ 1000 جنيه، وهنحطه في الكاش. تمام، يبقى دي العمليات البنكية، هنسحب، هنعمل ايداع، معانا فلوس في الكاش اللي احنا قبضناها من المستأجرين. اي حاجة بنعمل بيها سنة قبض بتنزل في الكاش، اي حاجة بنعمل بيها سنة صرف بتتسحب من الكاش. تمام، اللي هي الخزنة. وممكن نسحب من الخزنة نحط فين؟ في البنك، او العكس، ان احنا ممكن احنا سحبنا او ممكن نعمل ايداع. تمام كده، ان احنا ممكن نعمل ده رقم شيك او رقم مستند الشهر الحالي،
وبعد كده المبلغ، ونبدأ نحط ايه الوصف الخاص بيه. دي كل العمليات ايه، طبعا البيانات ما بتظهرش، بنعمل بس تحديث عملية الريفريش، بيبدأ يظهر ان عندنا عملية ايداع، عندنا عملية ايه سحب، وده تقرير بكل العمليات. لو انا عايزة فلتر خلال فترة معينة، انا عايز كل التعاملات اللي تمت اثناء الشهر ده مثلا او من خلال تاريخ معين، بيبدأ يظهر لي تقرير بالشكل ده، برضو بناخده PDF او نطبعه تمام. وممكن نبحث هنا برضو خلال فترة معينة بيفلتر حسب التاريخ ايه المستحق. يبقى دي العمليات البنكية ايداع وسحب تمام كده. ده تقارير بمطالبات الايجار، ان انا عايزه اقول بدايه التقرير المطالبه دي، انا عايزه اعرف كل المطالبات اللي انا هطلبها من الطلبه او من العملاء خلال الشهرين دول مثلا تمام. شهر 4 وشهر ايه 5. طيب، وعلى مثلا شقة معينة، على فكرة احنا هنا لو سيبنا ما اخترناش شقة هيجيب على كله، يعني ما اخترناش شقة ولا مستأجر ولا رقم غرفة، فيبدأ يفتح لي كله تمام كده. بس انا بقى عايز افلتر على اسم مستأجر معين، فيبدأ يجيب لي فلتر لي على المستأجر ده لو دي داتا، يعني لو دي بيان معين خلال الفترة دي بتظهر. احنا هنحاول نختار تاريخ قديم شوية. هنا لقى في بيانات مطالبات ايجار لبراء، بدأ يظهر لي البيانات، فانا اقدر يعني ممكن ما نفلترش خالص، ويعني نسيبها فاضية تمام، ممكن نسيبها فاضية ونعرض، فيعرض لي كل الداتا تمام. لو انا عايز اظهر حاجة كلية، حاجة تفصيلية، طب انا عايز اظهر خلال فترة معينة لكل الشقق وكل المستأجرين وكل الغرف، وافتح نفس النظام زي ما احنا شفنا كده، عايز على شقة معينة يبدأ يجيب لي الشقة المعينة دي، عايز على مستأجر معين كل الفترات وكل الشقق، لو هاخد اكتر من شقة او اكتر من غرفة نفس الكلام. يعني احنا بنقدر نفلتر على اي منهم تمام، او نسيبها فاضية ويجي لي تقرير تفصيلي. دي بالنسبة لتقرير متطلبات الايجار اللي على العملاء او المستأجرين. طيب، دي تقرير متطلبات الايجار الغير مدفوعه فقط، نفس النظام ان احنا بنقدر نفلتر زي ما احنا عايزين تمام. طيب، عندي الزمن، يعني دي زمن متطلبات الايجار وزمن متطلبات الخدمات تمام، وبيجي لي بقى المجموع بتاع المتطلبات، مجموع اجور الخدمات، ده المجموع بتاع الزمن تمام كده. وبنقدر نبحث تاريخ بداية ونهاية حسب تاريخ المطالبة أو الخدمة، وبنبحث على غرفة معينة أو على مستأجر معين. طيب، عندي تقارير مصاريف فترة اللي احنا لسه شايفينه برضو، يعني الحاجة اتكررت هنا بس عشان تبقى موجودة في أكتر من مكان. لو احنا موجودين في إدارة مالية وعايزين تقرير المصروف نلاقيه، موجودين في إدارة المصاريف نفسها وعايزين تقرير بالمصاريف برضو هنلاقيه تمام. لو دوسنا فتح حتى ما اخترتش فلتر لحاجة هيجيب لي كله، لو انا فلترت هيجيب اللي احنا فلترنا عليه او بحثنا اثناء فترة التاريخ من والى تمام كده. عايزين بقى نطبع سند قبض، بنبدأ نطبع، وفي هنا تقرير بكل السندات، احنا كنا دخلنا سند واحد تمام. عندي تقرير بسندات القبض، هي اللي فوق، هي موجودة زيادة بس، دي الإدارة المالية تمام كده. طيب، التقارير نفس عندي الإيرادات اللي أنا أوريدي أخدتها، وجايب لي ده أخدتها كإيجار، دي أخدتها كهربا تمام كده. دي الإيرادات اللي دخلت، وممكن نعدل المبلغ مفيش مشكلة، ومنه ولو عايزين نقفل التعديل، عندنا نظام صلاحيات مستخدمين بنقدر نقفل التعديل منها تمام كده. ممكن نبحث برقم الغرفة من وإلى تاريخ المستأجر، ده منه تقرير ومنه كنموذج نقدر نعدل فيه، وممكن نقفل حتة التعديل لكل مستخدم في نظام صلاحيات المستخدمين. انا بس عدلتها وزودت المبالغ عشان في الكاش الحالي هنا يظهر المبلغ بالموجب مش بالماينص تمام كده. دلوقتي
عندنا تقرير متطلبات الإيجار خلاص عرفناه، الغير مدفوعة تقرير الغرف المؤجرة والفارغة دي خلاص شفناها، يعني الأجر الغرف اللي تم تأجيرها، ودي الغرف الغير مستأجرة. وده ملخص الإيرادات، جاي لي ملخص بالإيرادات المستحقة والإيرادات المقبوضة، تمام، والإيرادات المقبوضة مباشرة، ودي إجمالي الإيرادات الغير مملوكة أو ذمم محصلة، ذمم العملاء عامة، إيراد إيجار، إيراد كل دي إيرادات الخاصة بالإيجارات، تمام كده. وده ملخص المصاريف برضه، يعني بيجيب لك مصروف كل بند وبنقدر نفلتر. بس البرنامج سهل جدا وبسيط، هو بس الاساس بنبدا نسجل البيانات، وهتلاقي كل حاجه ايه التقارير في هنا، كشف، كشف بكل حاجه، كشف بالشقه اللي هي القوائم اللي احنا شفناها دي، القوائم كلها نقدر نعدل ونفلتر فيها زي ما احنا عايزين. هنا نظام التحكم بصلاحيات المستخدمين، بنقدر لكل مستخدم نحدد ليه صلاحيات معينة، المستخدمين اللي هم هيستخدموا البرنامج او الموظفين بمعنى اخر، ان احنا كل موظف اقول له يعني حدد له ايه الشاشات او الاقسام اللي يقدر يفتحها يضيف فيها. طب لو فتحها مثلا هل يقدر يضيف فيها؟ لا ما يقدرش يضيف ولا يحذف ولا يعدل، تبقى معروضة فقط. او لو فتحها ممكن يدي صلاحية الفتح والإضافة، بس ما يقدرش يحذف أو يعدل. يعني أنا بقدر أتحكم في كل شاشة المستخدم يقدر يعمل إيه فيها، أو يبقى كل واحد ليه، ممكن أخصص كل مستخدم يبقى مسؤول عن قسم معين، يعني مثلا اليوزر وان مسؤول عن كل حاجة ما عدا إدارة العقار، حد تاني مسؤول عن إدارة العقار فقط، حد تاني مستخدم تاني مسؤول عن الإدارة المالية. انا بقدر اتحكم في كل جزئيه يفتحها المستخدم يعمل فيها ايه، صلاحيه الفتح والاضافه والحذف والتعديل. طيب يبقى ده يوزر 1 ليه كل الصلاحيات ما عدا القسم الخاص باداره العقار. مثلا عايزين نجرب الموضوع ده، نعمل تبديل مستخدم، يعني نفتح المستخدم يوزر 1 ونحط الرقم السري ونفتحه. طيب يجي يدخل إدارة العقار، ليس لديك صلاحية، تمام، وده المقصود بنظام صلاحيات المستخدمين. بس هنا لو فتح إدارة العقار عادي، إدارة المصاريف عادي زي ما هو عايز، بس ما يقدرش يدخل في الشاشة دي. ده بالنسبة للبرنامج، مش عايزة أطول أكتر من كده، هو برنامج سهل جدا وأوريدي فعلا شغال في أكتر من 4 شركات، تمام، خارج مصر، ومتاح في التعديل ومتاح في الإضافة حسب الطلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كنت صاحب شركة أو عقار أو منشأة تجارية أو صناعية وتحتاج برنامجا ينظم حساباتك ويسهل عملك، إذن هذا الإعلان لك. كوماسوفت توفر لك برامج جاهزة ومتاح للتعديل عليها، ومتاح تصميم خاص. برامجنا في مختلف المجالات، منها المبيعات والمشتريات، شحن وتوصيل، عقارات، محاماة، شؤون موظفين، مخازن، كل ما تحتاج إليه ستجده. البرامج تعمل باللغة العربية والإنجليزية، وليس هذا فحسب، بل بدون اشتراك شهري ولا تجديد سنوي، يعني البرنامج لك مدى الحياة. دعم فني 24 ساعة مع فريق عمل متخصص خبرة أكثر من 10 سنوات. عملاؤنا من جميع أنحاء العالم، أكثر من 100 شركة وجهات حكومية. كل ما عليك أن تتواصل مع موقع كوماسوفت أو أن تحمل التطبيق كوماسوفت ليصلك كل جديد.